الرجيم. أسأل الله العظيم كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في الجنة. الله أكبر. شيخ بدر أحسن من هذا الكلام الله أكبر اللي قلته كلام ربي سبحانه وتعالى. كلام الله في القرآن. الله أكبر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. على بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقول ربي سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله أكبر. شوف السكينة كيف نزلت، شوف الطمأنينة كيف، شوف كلام الله سبحانه وتعالى الذي لو نزل على جبل، مو على قلب، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. منصور، من الفائز يا منصور؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. منصور، فريق فاز، فلان فاز، لكن في فوز كبير، فوز عظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. أكبر. ذلك الفوز الكبير. الله أكبر. أخوان، سمعت الفوز الكبير فين؟ الفوز الكبير لما تدخل الجنة، لما تطيع الله. تدري لما تهزم الشيطان، ترى يا شباب احنا في أكبر مباراة، بس تدرون مع مين؟ مع فريق الشياطين وزعيمهم إبليس الذي أعلن التحدي. تدري إبليس إيش قال؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكن مين الفائز فينا؟ يقول الله: من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شيخ بدر، الله سبحانه وتعالى يعاتب عباده في القرآن: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني
وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. تدري ختم الله عز وجل آية بماذا؟ أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون. الله يا منصور، الفائز الحقيقي ها اللي يصلح العلاقة مع الله، الفائز الحقيقي اللي يطيع الله ورسوله، الفائز الحقيقي اللي حافظ على الصلاة، الفائز الحقيقي اللي بر الوالدين، الفائز الحقيقي اللي يعرف الله عز وجل ايش خلقه. الان يا شباب بوريكم فائز في هذا العرض، فاز فوز عظيم يا شباب، تدرون بايش؟ الان اوريكم العرض، شوفوا الفائز هذا الشاب البطل اللي عرف حقيقة الحياة ويبغى يفوز الفوز الحقيقي، ومو يشيل كاس، لا يريد ان يحمل التاج يوم القيامة ويلبس والديه، ما هو ميدالية، يلبس والديه تاج الوقار وحلة اعظم من هذه الدنيا كلها. هذا الشاب اسمه مشعل، زي وزيك شاب بطل عرف الحياة، وهذا الشاب البطل قرر انه يحفظ القرآن. يا اخوان بدأ من قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل والله احد، وختم الان واصل سورة البقرة اخر صفحة من شدة الفرحة والله بكى. نشوف واحد يفوز لما يبكي فريقه يفوز، لكن شوف هذا الان يبكي ليش؟ والله ما يقدر يا شباب، والله العظيم بالقوة كمل السورة لانه فرحان انه بيختم القرآن. شوف الان هذا مشعل، شغل يا شيخ وقدم وشوف اخر صفحة الان، اخر صفحة في القرآن. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الله اكبر، اخر الدقائق. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. خلاص الان اخر الدقائق ويحقق هدف الفوز، هذا هدف الفوز والله يا شباب. شوف فرحان، ايش اللي بكي؟ سؤال. ربنا ولا تحمل. الله اكبر، الله يبكي من الفرحة، فرحة الفوز. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الله اكبر، وعفو عنا. تخيل نفسك مكانه يا شيخ، كل واحد فيكم بالله يتخيل نفسه. شوف الناس ينتظرون متى يحقق الإنجاز الكبير والفوز العظيم. يا الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وارحمنا أنت مولانا. الله أكبر. يلا يا مشعل، الناس ينتظرون الآن متى تحقق الفوز الكبير الفوز العظيم بختم كتاب الله. أنت مولانا، باقي كلمة خلاص ويختم كتاب الله. الله أكبر، هنيئا لك والله يا مشعل. أنت مولانا. الله أكبر، الله أكبر. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تكبير أكبر. ويختم كتاب الله مشعل الآن، ختم القرآن ويذهب إلى القبلة ويسجد سجود شكر لله على ختم كتاب الله. الله أكبر.
يا شباب لا إله إلا الله. هنيئا لك والله يا مشعل. الله أكبر. هذا البطل يا شيخ. هذا الفوز العظيم. هذا الفوز الحقيقي والله يا شباب. الله أكبر. والله نتمنى شبابنا كلهم زي يا شيخ. والله نتمنى الشباب كلهم يحفظون القرآن ويحققون الإنجاز العظيم والفوز العظيم لما تختم كتاب الله. شوف الناس، شوف الناس كيف يفرحون ويهنئون الباركون. يا شبابنا تكفون الشباب، من اليوم نبغى الإنجاز العظيم يتحقق صفحة جديدة. الليلة الليلة تقدر تحقق الفوز. كيف؟ ركعتين توبة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. قولوا آمين. أسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم. أسأل الله أن يسعدنا وإياكم دنيا وآخرة. أخيرا يا منصور إلهي. يا أخواني الله سبحانه وتعالى يريد منا أمر. من يحقق الآن البطل مراد الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل. الله جل وعلا يريد منا أمر. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يا غالي أنت مع من؟ أنت مع الله وتعمل بأمر الله أم تعمل بأمر أهل الشهوات والمنكرات والمعاصي؟ أنت الآن في خيارين، إما أن تعمل بمراد الله ويحبك الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.